أمجاد جميل الرملاوي من الفرع الصناعي، حاصلة على الثانية على فلسطين بمعدل 99.4. والله صراحة كانت لحظات ما بتوصف، ما بعوضها إيش في الدنيا. أحلى لحظات في الدنيا هي فرحة التخرج، الحمد لله كانت لطيفة، وكانت ردة فعل العائلة كتير مبهجة والحمد لله. فتت الفرع الصناعي لانه من احد او هو الفرع الوحيد اللي بيخرج من الثانويه العامه طلاب معهم مهاره قادرين انهم يفوتوا فيها سوق العمل من بدري، مش محتاجين انهم والله يخلصوا 4 سنين جامعه وبعدها تدريبات علشان يفوتوا سوق العمل. لا، هي مدرسه او فرع بيواكب التقدمات في سوق العمل المطلوبه وبيخرج طلاب وطالبات قادرين انهم يلبوا مهارات سوق العمل. بالنسبة للضغوط الدراسية صراحة يعني ما كان في كتير ضغوط، كان الضغط الوحيد هو الضغط النفسي اللي من باب هل أنا حجيب المعدل هكذا، طب لو ما جبته الشيء هل حيفرحوا فيا، فهو الضغط النفسي هو الضغط الوحيد اللي كان موجود في هاي الفترة. النصيحة للطلبة اللي متقدمين لتوجيهي في العام القادم إنه ما يسمعوا للضغوطات الخارجية وما يحملوا حالهم أكثر من القدر اللي يفترض إنهم يحملوه في توجيهي. هي مرحلة لطيفة وحلوة، بالعكس يستغلوا كل مرحلة فيها وكل خطوة فيها بإنهم يكونوا سعيدين.